بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. يا باغي الجنة الصلاة، يا باغي الجنة الصلاة، صلاة لا تشغل عنها بدنياك تنجي. عيال الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. الصلاة نجاة. نعم والله الصلاة نجاة. اسمع واسمعي بقلبك أخي، إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أقضيهم للصلاة، حاول جاهدي مثل ما نجاهد في المدارس. نعم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. إيش اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم ثواني معدودات بيموت قاعد يتكلم فيه؟ إيش كان يقول؟ يقول الصلاة 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 يعني صلوا صلوا، انتبهوا لصلاتكم، لا تفرقوا في صلاتكم، انتبهوا، عظموها، أقيموها في أوقاتها. الصلاة يمكن لو يقدر يخطب قاموا خطب عن الصلاة. الصلاة الصلاة الصلاة. وما ملكت أيمانكم، يعني العبيد المماليك مثلهم الخدم والسائقين، يقول الصلاة 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 حتى مات عليه الصلاة والسلام ويتشهد أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، ومات صلى الله عليه وسلم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.